كارافان. اهلا محمود رزق وعبد الله نخيلي ممثلين من فنجان البلد اللي راح ينعرض بساعة ونص كوميديا على شاشة رؤية بشهر رمضان، هلا موجودين معنا بالاستديو. اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيكم. شو اخباركم؟ انا حكون على الفيسبوك عشان اخذ الاسئله من المشاهدين، ويارا ويزيد حيكونوا معكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم محمود وعبد الله. نحن رح نرجع لكم كمان شوي، انتم جايين من فلسطين خصيصا لتحكوا لنا عن فنجان البلد اللي رح ينعرض على شاشه رؤيا ضمن ساعه ونص كوميديا في شهر رمضان. رح نرجع لكم ونحكي معكم اكثر، بس في تريلر عن فنجان البلد، خلينا نشوفه مع بعض. كاربان الله يكملك بعقلك يا رب. ظبط اخت الايربيز يا زلمه، كرفتوني وبعدين غيروا لنا هالبلاطين، غيروا لنا يا زلمه، كرفت صار معي جدري. اسعد ايام حياتي لما انزل على الشارع واشوف الناس وهيك اميل على عربيه بلد الطاج واشتري لي سندويشه، خاصه اذا كان الزيت مش مغير له 10 سنين. مي لو سمحت كاس. مين انت؟ انا الضيف. ضيف انا، اهلا وسهلا. هلا كيفك؟ دراسات علميه تؤكد بان الفياجرا تسبب الضعف الجنسي والعقم. صحيح. طبعا المشروع اللي راح نعرضه على حضرتك سيدي اكيد بوضح لك مدى اهميه استخدام تقنيه جديده عندنا هاي في البلد. رائعه مجنن هاي التقنيه اللي بتستخدمها. بهبل احلى من هيك شغل بتلاقيش. اهلا تفضل. اهلا وسهلا. لازم يا شباب نمارس سياسه التنقيب وقصقصه الاوراق، لازم يا شباب نعلف علشان نحلف. معنا هنا الفنان الكبير المعروف استاذ محمود. شو في عندك استاذ؟ انا عندي خبر عن اضراب الاسر عن طعام في سجون الاحتلال، هون جهزته وكلش تمام. استاذ محمود حيك، بس احنا هون وكالي ما منتدخل في الأشياء الوطنية. اتسلف الزفت، شوف لي وين صار. مين عاد؟ مين عاد؟ وينك يا زفت؟ عندي اجتماع في الوزارة. محمود وعبد الله، هاي كانت مقاطع من فنجان البلد. زي ما حكيت رح نشوفه في ساعة ونص كوميديا على شاشة رؤية في شهر رمضان، هي الكوميديا الوحيدة الفلسطينية. رح نحكي عنها أكثر، بس أول إشي عشان يمكن في الأردن مش كتير بيعرفوا مين محمود ومين عبد الله، تحكوا لنا كل حدا عن حاله أكثر تعرفونا. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا مبسوطين إنه إحنا معكم اليوم. إحنا بالأكثر أكيد. إحنا كتير مبسوطين، جينا من فلسطين استضافة البرنامج. أول شيء حاب أبدأ بشغل كتير صغيرة، أنا شخصياً معجب فيكم كلكم برنامج كرفان. الله يسعدك. ففكرنا إنه كفريق فنجان البلد نهديكم هدية من فلسطين فلسطينية. يا سلام. بصراحة ما لقينا شيء فلسطيني يعبر عن هذا الإشي. حلو. إلا إنه نجيب لكم حفنة تراب من القدس. نحن يا سلام عليك. الله. بدي أخذ منها نتفة معي على البيت. قشعر بدن الواحد. تراب القدس. فرجينا يا. هيو تراب، عم نشوفه مع بعض على أي كاميرا أفرجي. أوكي بس أنا مش قادرة أنزله عشان ما يقع. يا سلام عليك. شكرا، هاي أحلى هدية يمكن تجينا. نحن بالنهاية هون وبفلسطين روح وحدة يعني. بالضبط. طبعا يعني شغلة معبرة بس مش أكثر رمزية. أنا بحب الرمزية مش أكثر. جد شكرا. الله يخليك. شكرا كثير لكم. هاي إن شاء الله نزرع فيها نبتة أو وردة وتضلها هيك مفتحة دائما. يارب. إن شاء الله يا رب. الله يخليك. بالنسبة لسؤالك، أنا محمود رزق، مهندس كمبيوتر. بلشنا فنجان البلد من سنة، مبادرة شبابية على اليوتيوب. وصار إنتاجها فضائية لين تطورت، لاحقاً بنحكي عن الموضوع. عبد الله. تمام. إيه طبعاً أنا عبد الله نخيلي. نعم. مدرس لغة عربية. تمام. فيش حدا لا أستاذ. تمثيل ولا إشي. أستاذ. لا طبعاً ما حدش دارس تمثيل. طبعاً التحقت في فنجان البلد، كان لي تجربة مسرحية. إلا إنه يعني فنجان البلد كان تجربة مميزة بالنسبة لي. فراح نحكي إن شاء الله التفاصيل.
ايش ادواركم بتكون ولا كل حلقه دور شكل؟ كل حلقه موضوع مختلف تماما، هم 30 حلقه راح نعرضه في رمضان، كل حلقه بتحكي عن قضيه معينه، قضيه خاصه في المجتمع الفلسطيني. اها احكوا لنا شويه عناوين عنها. عناوين يعني بعض القضايا اللي حكينا عن الانقسام، عن موضوع الدولة، في لقطات قبل شوي عرضتوها من حلقة الإعلام الفلسطيني، موضوع فساد بشكل عام، فساد الوزارة، فساد الحكومي، فساد بمختلف أنواعه، وحكينا شوي عن مواضيع اجتماعية مثلا الراتب، الأعراس إلى آخره من هدول. طيب محمود عبد الله، قديه بتحسوا إنه في إبداع ممكن يطلع من الظروف الصعبة؟ قديه هي بتساهم ولا تساهم بوجود الإبداع ولا بالعكس هي بتخنق الإبداع؟ الظروف الصعبة اللي بعانيها طبعا الشعب الفلسطيني. هو بشكل عام الإبداع بتولد من صعوبة أو من من شغلة مضايقتني أنا بشكل عام. لما أنا أكون متضايق أو مزنوق بغرفة هاي ما في إشي يسليني، فأنا بدي أخلق شغلة تسليني. فمجرد إني أنا أفكر إن أخلق شغلة تسليني، هون أنا ابتكرت شغلة فولدت إبداع باختصار. طب هلا المسلسل هذا هل راح ينعرض على تلفزيونات فلسطينيه؟ وليش اخترتوا رؤيا اللي يطلع عليها؟ لا هو انتاج حصري على رؤيا فقط، انتاج رؤيا بشكل كامل هو. رائع. بالضبط. طبعا سبب اختيار رؤيا انه يعني رؤيا هي قناه كل الناس، قناه رائعه جدا اكيد، قناه بتهتم في القضايا الفلسطينيه، ويعني قناة سقف أو فضاء الحرية فيها عالي كثير، ما في أي محددات، يعني قناة كمان بتساعد أو تدعم طاقات الإبداعية عند الشباب، بتحفزها، ما بتركز على فئة معينة، يعني هي يعني مميزة في التركيز على فئة الشباب. أكثر شيء حبيناه في رؤية إنه افكارنا الحمد لله فنجان بلد كلها جريئه، يعني في اشياء سياسيه تتحدى السقف المحدود او المتعودين الناس له فلسطين. فالشيء اللي انا عجبني في رؤيا لما نبعت لهم السكريبتس النصوص، ما عندهم اي اعتراض على الفكره، ما بتدخلوا في النص ابدا، بالعكس بشجعوك على التنفيذ وممكن يقدموا لك مساعد كيف تنفذها. فهي شغله كثير انا مبسوط منها. زائد اخترنا رؤيا لسبب كثير بسيط، انه لقينا في رؤيا بتهتم بالقضيه الفلسطينيه ولها ميول بالقضيه الفلسطينيه، على عكس تماما القنوات الفلسطينية، بعض القنوات الفلسطينيه الموجوده في فلسطين اللي جوا فلسطين نفسها. بالضبط. طيب واجهتوا صعوبات بالتصوير؟ كان في ناس عم بيحاولوا انه يمنعوكم من شغلات؟ بالضبط، انت عم تحكي مواضيع جريئه وحسيتوا انه هي موجوده هون اكثر؟ شوفي الوضع مش نذكر يعني اشياء محدده، بس بشكل عام الوضع بفلسطين مختلف. اولا الناس مش متعوده على ثقافه الدراما الفلسطينيه، او انا بدي امثل برنامج بالشارع ممكن. يعني هاي اكثر مشكله كنا نواجهها. من ناحيه صعوبات مرات يعني بعض الجهات الامنيه بتمنعك تمثلي موضوع معين لانه هذا الموضوع بمس سياسه الدوله، فبنضطر انه نعمله بطريقه ثانيه بس ما تتعارض مع فكرتنا او هدفنا من الحلقه هاي. يعني هاي كانت من بعض الصعوبات. بس واكيد بجوز التنقلات من منطقه لمنطقه هذا شيء صعب. لا حواجز اكيد. في مواقف كثير حصلت يعني اثناء التصوير، يعني في حلقة ممكن تحكي عنها محمود؟ أكيد هيك موقف صغير. في حلقة اسمها طريق القدس. يعني هي حلقة فكرتها إنه واحد جاي من أمريكا إلى آخره معه جواز سفر أمريكي. هلأ أنا كمواطن فلسطيني ما بقدر أفوت القدس لأنه في جدار، في حواجز إلى آخره. فالفكرة إنه لازم نصور مشهد لما يفوت هذا الأمريكي على القدس. في معبر اسمه معبر قلنديا بيفصل بين رام الله والقدس. فمفروض نصور عنده، وتصور عند حاجز اسرائيلي او معبر اسرائيلي، هاي يعني ولا عمرها صارت. فاحنا فانا والمخرج عبد الرحمن الظاهر الله يمسيه بالخير طبعا، يعني ما كانش يقدر يجي معنا اليوم لظروف خير، وجه له تحيه اكيد. منعوه من السفر يجي على الاردن، منعوه من التصريح، ما اعطوهش تصريح الاسرائيلي. اي وحده من الشغلات بجوز تمام ان شاء الله نقدر نحلها لاحقا. المهم صورنا حاجز قلنديا، فهم على الحاجز بالضبط، فهم من البرج شايفينك، فيعني حتى طلع بالتصوير ممنوع التصوير. كملنا المشهد، انا مشهد كان الي والعبد الرحمن، كملنا المشهد الى اخره، فهجموا علينا. بالضبط، عم بتغامروا بحياتكم. خلصنا المشهد ونفدنا يا كبير. يعني هو الله ستر لليوم الله ستر. يعني هذا كان اصعب موقف صار معنا، انه يعني لو مسكونا ابصر شو صار، بس انه الحمد لله خلصنا المشهد وكان
تمام يعني من اول مره. هو شر البليه ما يضحك يعني. صحيح. احيانا في مواقف احنا بنضحك عليها بس هي بتنم عن معاناه كثير كبيره. كيف الواحد تعود انه يهرب او انه يقاتل او انه يسوي هاي الشغلات احيانا بتصير فكاهيه. ايش اكثر شيء بيميز فنجان البلد بصفته كوميديا يعني؟ يعني فنجان البلد بتميز بالصفه الرمزيه اولا. أه. يعني لانه عاده الاسلوب الغير مباشر اقوى من الاسلوب المباشر. فاعتمد فنجان البلد الاسلوب الغير مباشر الاسلوب الرمزي وحطه في قالب كوميدي، ولكن يعني فنجان البلد الكوميديا ممزوجه فيه بالمعاناه اكيد، لانه بيخضع يعني للمعادله الفلسطينيه للوضع الفلسطيني اللي بنعيشه كاحتلال وهيك، فهي كوميديا مميزة عن أي كوميديا يعني. يعني شوفوا مش زي أي كوميديا بالضبط. الحلقات في بعض يعني إحنا مزبوط موجودين في ساعة ونص كوميديا، بس في بعض الحلقات رح تعيط. تمام. يعني طيب. الحزن بحد ذاته عندنا بفلسطين هو كوميديا. هو بلاك كوميديا يعني. إحنا استخدمنا أسلوب البلاك كوميدي حتى نقدر نوصل فكرتنا، نوصل الأفكار اللي عندنا أو القضايا الموجودة هي مصايب. بما إنها رمزية فأكيد كل حدا رح يفهم مسج معينة حسب طريقة تفكيره. شو اللي بتتوقعوه من الناس انتم انهم يفهموا سواء الشعب الفلسطيني او الاردني او كل حدا في الوطن العربي رح يشوف فنجان البلد برمضان؟ شو الهدف تبعكم؟ شو الاشي اللي بتتوقعوه منهم؟ انا كمحمود كمشرف على العمل، اول شغله كان من اهم الاشياء او الاسباب اللي جينا فيها على رؤيه، انه انا يعني انا كمجتمع فلسطيني انا مكبوت وانا بعرف همي وبعرف مشكلتي، بس ممكن العرب ما بيعرفوا. فاحنا حبينا انه يكون في فضائيه عربيه بغض النظر وين، والحمد لله ربنا وفقنا وكانت الاردن. يعني الاردن وفلسطين هم ثقافه واحده. لكن يمكن بعض الناس هون ما مش قادرين يشوفوا شو بيصير بفلسطين. لما تحضر فنجان البلد 30 حلقه راح تعرف شو الوضع بفلسطين. هاي اهم شغله. فاحنا حبينا نوصل القضيه الفلسطينيه للخارج، لانه للداخل عارفينها اوريدي. اكيد هاي الفكره. انا لاحظت شغله بالبروموشن اللي طلعناه قبل نبلش حكي، لما طلع في شاب وفي في ناس كانوا هيك حسيت انه طبيعيين جدا، مش عارفين انه عم بيصوروا. هو مشهد حقيقي اللي كان طال لابس ال بالضبط. طبعا هو محمود. انا كنت انت هلا في مشهد بحلقه الراتب بكون فيه على دوار المناره، يعني كيف مثلا دوار الداخليه عندكم مكان بكون فيه ناس، دوار اساسي ومشهور في مدينه رام الله. هي نهاية الحلقة هيك إنه واحد بنجن، لأنه الراتب بنزلش الأخير، هي بنجن، فبوقف على دوار المنارة بصير يعوي، وفي يعني بيطلع على الدوار فوق. طبعا الكاميرات أهم شغلة مخبيات، كانوا بالسيارة من عمارة فوق، فأنا نزلت بشباح وشورت وحافي وكنت أعوي، ويعني أعمل إني مجنون وحامل الكارما مكتوب عليها أنا نص بني آدم. فردود الفعل صارت كلها عفوية وحقيقية جدا. تمام. يعني الناس بعد ساعتين من التصوير عرفوا انه احنا بنصور. كنا يطلع. يعني قانونيا كنا وهي شغله جديده انه احنا يعني عملنا شيء حقيقي في مشهد في مسلسل. مش بس مشهد واحد، في عده مشاهد راح تكون كثير في باقي الحلقات. بس هذا يعني في نفس اليوم انا كنت موقع العقد تاع المسلسل. والله. فمحمود لما طلع في الشرطه في الشباح، فرحت على المساعدة الإنتاج حكيت لها إلغي العقد. أوكي. سؤال. لأنه حكيت لها إذا كل واحد بده يوقع العقد يطلع بشرطة شباح يا عمي أنا. خلص. السلام عليكم. طيب سؤال كمان قبل ما ننتقل عند أليس، لأنه عندها كتير شغلات على الفيسبوك. في بما أنه كنتوا عم تحكوا أنه كان في بعض القيود من جهات أمنية وهيك، في إشي مخوفكم بعد ما ترجعوا على الضفة؟ في مخاوف من جهات معين اشياء معينه؟ هو بعد ما ينعرض المسلسل وقتها احنا راح نشوف شو رد الفعل. بس باختصار هو مسلسل جريء وفي سياسه باسلوب جديد وبنطب فيها في بعض، يعني من خلال النقد بنطب فيها ببعض الشخصيات الاعتباريه الكبيره في البلد. فالخوف مش لانه يعني في فلسطين في حريه راي وفي حريه ثقافه في حريه فكر، بس الشيء اللي الخايفين منه انه يصير في شيء غير مباشر. يعني يمنعوك من التعبير بشكل غير مباشر. اكيد. يعني مثلا يلبسوا لك تهمه، يهددوك بالتليفون الى اخره في هاي الامور. بس ان شاء الله يعني انتم ضلكم متواصلين معنا عشان نعمل لكم حمله كبيره طويله عريضه ولا يهمكم بعد رمضان. لا احنا بنتمنى لا ان شاء الله ما بيصير لكم شيء. نروح عند أليس نشوف شو عندها على الفيسبوك. شو أليس؟ يا الله، كل الناس بتقول يا ريت نبوس تراب القدس. ف شكرا كثير لكم على هاي الهديه، وكل الناس عم تشكركم على هاي الهديه. الكومنتات كثير حلوه، انا بتمنى ترجعوا وتقراوا هدول الكومنتات. أكيد. في عنا سمير حجازي اللي هو زميلنا وكمان مخرج البرنامج بيحكي انه بكره اول شيء راح يعمله انه راح يجي ويلمس تراب القدس.
احلى تحيه لاستاذ سمير. وفي كمان عندنا شو اسمه رشا السايله، اذا بتعرفوها ما بعرف لان شكلها هي بتعرفكم، حكيت لكم والله تعبتوا بالبرنامج والله يعطيكم. ايش رشا السايح؟ بالضبط، هي زوجة المخرج عبد الرحمن الظاهر. بالضبط، وكمان تحكي والله ابدعتوا انتوا وعبد الرحمن المخرج. نبعث لها الف تحيه. هلا في سؤال بيسالكم، من وين اجى اسم فنجان البلد؟ شوفي، هو فنجان البلد كفنجان البلد هي مبادرة شبابية أسسناها أنا بمجموعة فريق، طلعنا على اليوتيوب عملنا حوالي 6 حلقات حققت تقريبا 1,000,000 مشاهدة في فلسطين، فانتشرت جدا وحاولنا أن نطور الفكرة لما نسرع فضائية. هلا اسم فنجان البلد مربوط بفنجان القهوة، إحنا اعتمدنا أسلوب البلاك كوميدي، يعني فنجان القهوة الواحد بيشرب أسود لونه أسود بس هو بيحبه، بس ممكن يكون مر، ممكن يكون حلو، ممكن يكون وسط حسب مزاجه، فإحنا بكل فنجان عم بنقدم حلقة بتعبر عن قضية معينة يمكن تضحك عليها ويمكن تعيط حسب القضية، فمن هان طلع اسم فنجان البلد. حلو، هلا في عنا سؤال تاني من باندا بتقول تقدر تشارككم بالتصوير؟ ولأنه في كتير ناس صار جعبالهم يصوروا معكم ولا خلص راحت عليهم؟ والله لا. إحنا ضايلنا 7 حلقات مش مصورات، ف ممكن في أمل؟ طبعا احنا مقرنا بتلفزيون وطن في رام الله، فاهلا وسهلا باي حد اكيد. بالضبط. وكمان بيسالوكم وين كان التصوير؟ التصوير وين مواقع التصوير؟ مواقع التصوير في يعني في معظم مدن الضفه، في رام الله، في نابلس، في الخليل، في بيت لحم، في جنين، في الضفه الغربيه. حاولنا انه نصور في غزه كنوع من التجديد، لكن ما حدا رفض امني، كل الشباب ما ولا حد طلع تصريح، ظروف شوي كمان هناك. هلا عشان نروح على غزه لازم نيجي على الاردن بعدين على مصر بعدين على غزه. اوف، شوف قد ايه صعبه، يعني الواحد طبعًا في نفس البلد بده يروح بلدان ثانيه. بالضبط، هي نص ساعه بعيده عن الخليل، يعني هي الضفه الغربيه. ف الله يعطيكم العافيه. ممكن تعملوا كمان حلقه عن هذا الموضوع؟ يعني عملنا من اسمها طريق للقدس الحلقه. هاي هي الطريق للقدس. قد ايه مؤسف، ضايقتني على فكره في هالجمله. أليس في اخر سؤال تفضلي، وامتى بلشت العمل؟ اول شهر 3 تقريبا. شكرا كثير. اول 3 وضايل 7 حلقات شوقتونا نحضره. قد ايه مهم انه يكون في مسج معينه عم توصل؟ أكيد. من وراء الكوميديا، يعني في ناس بيحكوا لك احيانا بتكون في اشياء كوميديا ما إلها، يعني ما في مسج بس من باب التسلاي، قد ايه بتحسوا بتفرق لما يكون في مسج من وراء؟ لا اكيد، يعني فنجان البلد بتميز انه ما فقط بنقل المعاناه او بنقل الواقع وبحطه في قالب يعني فني، بالعكس هو لما يعني بنقل المعاناه بيوصل من خلالها رساله، بيكون له رساله معينه وبيوصلها للناس. طبعا بتستخدم الاسلوب الكوميدي لانه محبب للناس، قريب يعني منفذ لمشاعره ولعقله، ومسافه بينه وبين الناس قصيره جدا، هذا الاسلوب الكوميدي اللي بيميزه عن الاساليب الاخرى. بس يعني فنجان البلد كان يعني في كل حلقه حريص انه تكون هناك رساله قويه. أكيد. سواء كانت سياسيه او اجتماعيه او في اي مجال من المجالات. كثير حلو انه بعد يزيدك تحكي كملي. بس كنت احكي انه كثير حلو انه كمان بعد يعني 60 سنه من المعاناه، اكثر من 60 سنه، يطلع هيك شيء بيحكي عن هذا الواقع اللي مليء بالاحداث، يعني قد ما بدنا نعمل عنه مسلسلات وسكتشات ما بنخلص حتى نعطي شوي من الشعب الفلسطيني واقع حقه. مثري للدراما بشكل عام. اكيد. انتم مصورين 23 حلقه حسب ما فهمت منك، لو بترجع بالوقت لورا بتغير شيء؟ بتضيف شيء؟ بتعمل شيء؟ لا ابدا ابدا، احنا راضيين تقريبا، يعني مش بنسبه 100% بنسبه 95% عن الحلقات وعن الاداء وعن التنفيذ، وهذا كله يعني بجهد صديقنا عبد الرحمن الظاهر. اكيد. يعني انا كنت بتمنى انه يكون موجود معنا حتى يقدر يحكي اكثر، انه هو المخرج وهو قائد فريق الكتابه وبيحكي عن رؤيته. اكيد. وممثل رئيسي في العمل. ف يعني قد ايه عليه ضغط عبد الرحمن انه يمثل ويكتب ويخرج، فكان الوضع صعب، بس مع هيك طلع شيء كثير. الله يعطيه العافيه والله يعطيكم انتم العافيه. الله يعافيك. فعليا ترفع الراس، انا فعليا متشوق اني اشوف فنجان البلد. برجع بحكي انه فنجان البلد رح ينعرض ب1:30 كوميديا ان شاء الله في شهر رمضان الفضيل، فبننصح كل حدا يشوفه من 8:30 ل10 رح يكون موجود معنا برمضان. شكرا لكم محمود عبد الله، نورتونا. الاردن هذا بلدكم فعليا، بيوتنا وبيوت الاردنيين كلها مفتوحه لكم، ولا سمح الله في حال ايش ما بدكم رؤيه وبيوتنا والاردن كلها لكم. بيتنا الثاني صارت رؤيه. اكيد اكيد. شكرا لكم، نورتونا. الله يعطيكم الف عافيه،
وان شاء الله من عمل افضل لعمل احسن واحسن واحسن. شكرا. ايش هالس؟ وانا بدي ازيد كمان على يزيد، في كثير اسئله بتمنى، لانه الناس بتوجهت كثير اسئله، بدكم تتواصلوا معهم وتردوا على الاسئله هاي ان شاء الله. طبعا انا ما كان في عنا الوقت الكفايه انه نعرض كل الكومنتات اللي كانت موجوده، شكرا كثير لوجودكم. شكرا، واحنا بنقدم لكم شكر كبير طبعا. كل عام وانتم بخير، يعني هلا قرب رمضان بعد بكره ولا بقى تقريبا، فكل عام وانتم بخير. ينعاد عليكم بالحريه اكيد. يا رب. شكرا يا رب.